السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي إخوتاتي، مرحبا بكم دائما في قناة أحباب. المشاهدين اللي قدام عندي في القناة والمشاهدين اللي جداد، شكرا لكم على الدعم والتشجيع، وشكرا لكم على التعاليق الرائعة ديالكم. بالنسبة للمشاهدين اللي مازال عاد يشتركوا في القناة ديالي، يمكن لكم تدخلوا تشتركوا في القناة ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. خوتي خواتاتي، اليوم غادي نقدم لكم واحد العصير صحي ومنعش. غادي نحتاجو تفاحة وحدة، وبرتقالة وحدة، وليمونة وحدة. وغادي نحتاجو 2 لتر من الماء البارد. وكذلك نحتاجو السكر. أولا نقشر البرتقالة ونقطعها قطع صغيرة. كذلك نقشر الليمونة ونقطعها قطع صغيرة. وكذلك حتى التفاحة نقطعها قطع صغيرة بها بقشورها. غادي نضيف فيه القليل من قشور البرتقالة وقشور الليمون. حاولوا ما تكتروش من القشور ديال البرتقالة والليمونة باش ما يجيش مر بزاف، ديروا منه غير شوية. من بعد نجيبوا الكاس ديال الطحانة الكهربائية. غادي نضيفو فيه البرتقالة والليمونة والتفاحة اللي قطعناهم.
غادي نضيف الماء البارد. ونضيف القليل من السكر. بالنسبة اللي ما يبغيوش الحلاوة بزاف يحاولوا ينقصوا من السكر. غادي نطحنوه مزيان في الطحانة الكهربائية. وغادي نجيبو الصفاية ونصفيو فيها العصير. المهم خوتي خواتاتي، انا حاولت نصاوب لكم هذا العصير بالليمون والبرتقال والتفاح، وانتوما على حساب الاختيارات ديالكم وعلى حساب الذوق ديالكم تقدروا تصاوبوا هذا العصير بجميع انواع الفواكه وبنفس الطريقة. شهية طيبة وبالصحة والهنا. المهم خوتي خواتاتي، هذه هي الطريقة ديال العصير بالبرتقال والتفاح والليمون. نتمنى يعجبكم وبالصحة والهنا ورمضان كريم. الله أكرم، كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بألف خير، ومع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله.